أذكر بالسؤال اللي طرحته الأساسي، أن تقييم حال أي مجتمع يعتمد على الأسئلة التي يطرحها أبناء هذا المجتمع. فعندما نجي نراقب مجتمعاتنا ماذا نجد؟ نجد فوضى إدارية، فساد مالي حكومي تربوي، فساد ديني أخلاقي اجتماعي، نجد تخلف صناعي، تخلف بيئي، تخلف اقتصادي، فقر، ظلم، بطالة، شوارع قذرة، خدمات سيئة. فوق كل هذا تجي تفتح التلفزيون المحلي مثلا فتنفجر بوجهك ماذا؟ تنفجر بوجهك الشكاوى من كل لون وصنف. هذا الحال يبدو يعني حتى ذكره عند اللي يرجع يقرا جمهورية أفلاطون يجد انه الانظمه التوتاليتاريه الدكتاتوريه الاستبداديه سواء على مستوى العقائدي او المستوى الديني، لانه كل دين هو بطبيعته استبدادي ونظام استبدادي مطلق لا يعترف بالانسان ولا بشؤونه ولا بقضايا، انما يطالب فقط بتقديم الخدمات له والقبض على حقوقه بغض النظر عن حقوق الافراد. هذا حال البلدان التي تنتهج هذا النهج، هو النهج الذي يسحق الأفراد ل يعني باسم قضية مقدسة انه ان الحكم لله او الطاعة والولاء والبراء، وهاي الشعارات او المفاهيم التي ابتكرها رجال الدين. وهذا نمط الحكم في بلداننا منذ مئات بل من آلاف السنين، ان ماذا؟ ان يتولى رجال الدين السيطرة على الجماهير، وبينما يتولى طبقة من حكام السلطة ويتم فيما بينهم التعاون. أما ما يسمح بالحديث عنه ممكن أن يتحدث الناس عن قضايا لا علاقة لها بحياتهم ولا بمشاكلهم اليومية، ممكن يتحدثون عن قضايا تافهة وأسئلة تافهة، أما الأجوبة فأيضا يتولى تقديمها ليس الناس أنفسهم، إنما أكو كهنة هؤلاء يقدمون هذه الأجوبة. طبعا هذه الأجوبة لا يبتكروها، يعني لا يقدمون أجوبة وفقا لحاجات الناس الراهنة وظروفهم، بل وفقا لأجوبة قدمها أناس عاشوا قبل 1500 سنة مثلا، يعني سنة بعد سنة، فيستعيدون هاي الأجوبة. الأجوبة لا تنبع من الواقع اليومي، بالتالي ما لا تشكل تراكم معرفي ممكن الإنسان مع الزمن يتطور، وهذا التراكم يؤدي إلى تقدم. فنحن في أوروبا مثلا، يعني هاي كل الأمم أتى تراكم معرفي، تجد أنه هنالك المشاكل التي كانت موجودة قبل 50 عاما لم تعد موجودة حاليا. لماذا؟ لأنه عندما يضعون حل المشكلة لا يتركون، يعني القضية مو حل المشكلة، يضعون حل الأسباب التي ولدت المشكلة. أما نحن في هاي القضية لا نبالي بها، بل ولا هي خارج منطقة، لا مفكر به خارج منطقة التفكير. وهذا بالقسم الثاني من الفيديو راح أتحدث عن أنواع العقل العربي وكيف يفكر العقل العربي وما هو النسق الفكري الذي يمنعنا من معرفة الحاضر وأيضا اكتشاف الحاضر والمكان الذي نوجد به. بالمقارنة عندما نشوف أنه الغربي عندما يواجه مشكلة يعالجها، وبسبب هاي معالجاته وتراكم، ومع معالجة راح تنتج عنده معرفة، وهاي المعرفة راح تتراكم، وبالنتيجة بعد ذلك راح يصير عنده حصيلة ضخمة من المعارف والخبرات التي لا يندر أن تجدها في أي بلد آخر. ما عندما نعود إلى أنفسنا إلى شعوبنا المنكوبة دائما طبعا، ماذا نجد؟ نجد أن الأسئلة ما زالت هي نفسها، الأسئلة اللي عمرها 1500 سنة ما زالت هي نفسها، ولم نعالج مشكلة واحدة. أبسط شيء أو أوضح شيء هو نظام الحكم المناسب لحكم هذه البلدان أو الشعوب، ما زالت لحد الآن هذه القضية معضلة هائلة وكبيرة جدا. ظهرت عشرات الأديان والمذاهب، اشتعلت آلاف الثورات والانتفاضات، سقط الملايين في حروب طاحنة، وما زال الخلاف محتدم بالطريقة نفسها تماما. ما زالت قضية الحكم ما زالت هي القضية الأولى والأخيرة، والكل يتحدث بها لحد هذه اللحظة. وهي داعش حل يعني ما صار لها سنوات، وما زالت موجودة داعش، يعني لم تصمت نهائيا، ما زالت موجودة، ما زال طالبان، ما زالت الحركات الجهادية تقاتل من أجل قول أنا هذا هو الحكم الصحيح. البعض ما زال يطالب بالخلافة. معناته شنو؟ هذا كله دليل على أنه الخلاف ما زال محتدم، ما زلنا لم نتطور ولم نتقدم ولم نخطو خطوة حقيقية للخروج من هذا المأزق الذي دام آلاف السنين. واحدة من الأجوبة على هذا يعني مسألة نظام الحكم هو الإسلام نفسه. يعني الرسول بماذا جاء؟ جاء قال طاعة الله ورسوله، طلب حكم. يعني هو ماذا يطلب؟ كان يطلب الحكم ويقول أنه أنا أتيت برسالة وأنا الذي سأحكم ويجب عليكم طاعتي وطاعة كل ما أقوله، كل ما يعني كل تشريعاتي لازم تقبلوها وتقرون بها. وهذا ما حصل فعلا، لكن كان يفترض بأن هذه الرسالة تحل المشكلة، لكنها بالعكس لم تحسم الأمر، ما زال بل زادته تعقيدا، حولت المشكلة بدلا من أن تعالجها حولتها إلى أنه شجرة
شجرة مشاكل بدأت تتفرع، مشاكل بعثها مشاكل من خلال المذاهب والفرق. يعني حتى داخل المذاهب السنية نفسها مثلا تجد حروب طاحنة، السلفيين بيناتهم نفسهم تجد حروب طاحنة، وبعضهم يكفر البعض على أتفه الأشياء. هذا كل ماذا أدى؟ أدى أن يتجه العقل العربي والمسلم أو العقل المشرقي إلى مناطق خارج نطاق التفكير السليم. وأبرز دليل على هذا أنه الإنسان العربي أو المسلم أو المشرقي بدأ يبتكر حلول، حلول الخروج من هذا المزق. فكرة المسيح أو المسيح أو عادة المسيح، عودة المسيح عند اليهود والفارق ليط وغيره، وأيضا فكرة المهدي المنتظر، هي دليل على هذا الفشل، دليل على هذا العطل والخبل الفكري والإنساني اللي أصاب الجميع. حتى باتت لدينا الآن يعني تخيلوا آلاف القنوات الإذاعية والتلفزيونية كلها المهدي المنتظر، وكلها تتحدث عكس المطلوب، أي أنها ماذا تفعل هي؟ أن تلاحظ كل حدث يجري داخل المجتمع أو على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي والفكري أو أي شيء، يعني ما تطارد الحدث لكي تعرف أسبابه بس وبعد ذلك تحاول معالجته، بل على العكس. حتى أعطيكم مثال، مثلا أكو أطفال بالمدارس الآن يروحون للمدارس ويتعلمون، ماذا يتعلمون؟ يأتي رجل الدين أو يأتي المسؤول، يعني غالبا المسؤولين هؤلاء المتملقين للدين لأن يعرفون الدين هو الحاكم على الشارع، فيقولون يجب أن يجيد هؤلاء الأطفال، يعني تحفيظ هؤلاء الأطفال القرآن، ويجب أن يحفظوا الأحاديث ويتبعوا السنة وما إلى ذلك. هذا هو تساؤلهم، بدلا من أن يتساءلوا هل يتلقون تعليما جيدا، هل يتلقون آخر العلوم الحديثة، هل يتم تلقينهم على أسس التفكير الحر والسليم، هل هذا يجب أن يتساءلون أن أبنائكم لابد أن يكتشفون الحقائق بأنفسهم، مو أن نجي نصب الحقائق في رؤوسهم ونفرضها عليهم بالقوة. هذا ما يهم الكبار كما يبدو هو عكس المطلوب في العالم كله، إحنا البلدان الوحيدة التي تسير عكس البشرية بأكملها في كل شيء تقريبا. والدليل الآن افتح أي قناة، افتح أي فضائية، تشوف دائما يعني يصرون على أنه يجب أن يبقى الطفل محصور أين؟ في حضيرة الدين، وينبغي أن يطلع على كل تفاصيل هذه، تفاصيل هذه الحضيرة ويحفظها حتى من يوم من مهده إلى لحده طبعا. وأيضا يحذرونه من أن يقتات على غذاء معرفي غريب أو حتى غذاء طبيعي، يعني معنى الفضاء الطبيعي أو فضاء المعرفة الطبيعي العالمي، يحذرونه من هذا ويخشون يغلقون الأبواب على أي معرفة حقيقية ملموسة وصادقة وليست وليدة الذهن. المهم دائما يحرصون على شيء أساسي هؤلاء الكبار خاصة والمسؤولين التربويين. هذا هو مثال من عشرات الأمثلة وعشرات القضايا، دائما يحرصون على أن يكون هذا الطفل يتناول الغذاء الميتافيزيقي الغيبي السماوي والذي لا علاقة لها بهذه الدنيا الفانية الزائلة بالتعبير الديني. والآن عندما نذهب إلى مواقع التواصل على سبيل المثال ونجد بماذا تختلف مواقع التواصل العربية عن المسلمة عن مواقع التواصل العالمية، ممكن نأخذ لنا جولة ونشوف. نجد مثلا أن هناك من يتساءل هل أن الملائكة من لحم ودم، وهل أنهم من روح أو من نار، هل هم ذكور أم أناث، هل يتزاوجون، ما هو شكل حوريات الجنة وكم عددهن، وهل هن من الملائكة، أسئلة من هذا النوع. هذا يعني عندما تزور مواقع التواصل الاجتماعي اللي يقصد يعني اللي تتناول المواضيع الفكرية والثقافية العامة وليس المواضيع يعني الفرفشة وهذه، لأنها هذه كل العالم موجودة حالة عامة وشاملة. أنا أتحدث عن قضايا مواقع التواصل التي تعنى بقضايا الناس وحاجاتهم وآفاقهم المعرفية، يعبرون بها عن ذواتهم عن مشاعرهم وأفكارهم. هذه الأسئلة مالتنا هي المشغولين بها نحن حاليا. أما عندما تروح على مواقع التواصل العالمية تجد شيء مختلف تماما. جربوا تشوفون هذا الشيء بنفسكم حتى تعرفون الفرق الهائل الذي يعني كأنما نعيش في عالم مختلف تماما. يعني هل تعقلون أنه شخص يجي الآن يسأل هل إن المرأة إنسان؟ وينشغلون بحديث ممكن يطول، هذا الحديث صار له سنوات طبعا، هل أن الرسول تزوج عائشة بعمر 9 سنوات أو 16 سنة، يعني كما حسب نظرية عدنان إبراهيم، أيهم أحق بالخلافة مثلا أبو بكر أم علي؟ هذا موضوع صار له 1500 سنة لحد الآن غير محسوم. تخيلوا
تخيل شعوب تعيش في هذا القضية. هذا مو أنا لا أريد الآن أن أكرر هذا الكلام لأن كل إحنا نعرفه، لكن أنا راح يعني القسم الثاني من الفيديو راح أتحدث عن العقل العربي وكيف يفكر هذا العقل العربي، وهذا هو جوهر الموضوع. هاي كلها مقدمات للخلاصات اللي راح أقدمها في نهاية الحلقة. في نهاية الحلقة مثلا أسئلة مثل هل يجوز حرق الكافر كما حدث مع الكساسبة، وهل أن حديث القردة الزانية هو صحيح، هل أن عذاب القبر متواتر أم يعني هو حديث آحاد، مثلا هل أن وجه المرأة عورة أم لا، وهل يجب أن تغطي رأسها بخمار أم مجرد شال، وهل الأفضل لها أن تبقى في المنزل، هل يجوز ضربها. طبعا هاي الأسئلة مو أسئلة يعني أنا جاي أطرحها، لا ممكن تشوفوها بمواقع التواصل وعليها طلب شديد. طبعا ليست مجرد أنا ألتقط أشياء، أنا أشوف أشياء يعني ألف لايك وألف تعليق على مواضيع من هذا النوع. أما الأسماء المشهورة مثل عبد الله رشدي الذي غسل عقول الشباب الآن، هذا يطرح قضايا تافهة ويثير يثير كراهية بين الجميع وبين الناس، لكن شوفوا المتابعات يعني يقدرون تكتشفون موضوع يعني الأشياء اللي أطرحها. أما خلينا نفترض الآن عندما يتحدثون مواقع التواصل عندما يتحدثون عن قضايا الدينية مثلا أو الفكرية، فماكو موضوع العلاقة إلا بس بالدين فقط، كأنما الحياة كلها فقط دين لا شيء آخر، لا يوجد فكر، لا توجد فلسفة، لا توجد معارف، وهذا بأكمله دين 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 فقط. وعندما يتحدثون عن الدين لا يتحدثون عن الدين إنما يتحدثون في الدين، وهذا فرق هائل. يعني معناته مساحة الفكر مغلقة فقط في حظيرة الدين، ولا يمكن جعل الدين موضوع للتفكير. وبالتالي أقصى ما يسألون مثلا الأسئلة الأساسية ما هي، مثلا هل الله موجود أم غير موجود، كيف نثبت أن القرآن كلام الله، كيف رأى الرسول جبريل، هل رأاه في المنام، هل كان أتاه بلحمه وشحمه، هل العلمانية كفر. هذا عندما يحاولون يطرقون على قضايا أخرى خارج الدين، خارج حياض الدين، هل العلمانية كفر، هل العلم يتعارض مع الدين، طبعا الجواب هو محسوم، العلم هو الدين والدين هو العلم، لأنه لابد أن يتملق للدين، لا يستطيع الخروج على هذا، طبعا هو يتعارض عليه طولا وعرضا. بس مهم بعد ذلك قبل شهر هم هل يجوز الاستغفار لغير المسلم عندما يعني تم استشهدت شيرين أبو عاقلة، هذه الأسئلة مشغولين بها. هل أن هنالك حقوق للإنسان، بعد يطلع لك القنيب يقول لا الحقوق لله ليس الإنسان، وهذا غلط ويجب أن يحاسب المسلم على أن يفكر، وهذا دس من العالم الكفرة الغربيين. وعليه من خلال هذه الأسئلة والانشغالات اللي نشوفها على مواقع التواصل لماذا نخلص من هذا الموضوع. أنا أرى بأن هذا الانشغال لم يحدث بشكل بريء ولا بشكل عابر، بل على العكس نجد أن هناك مؤسسات تعمل على نشره منذ قرون، وهم يصرحون علنا بأنهم يستهدفون التوجيه الديني للناس باعتبار أن هذا هو الحق والذي يجب أن يسود وينتشر بين الجميع للتصدي للملحدين والكفرة والذين يدعون للعلمانية، وكأن العلمانية يعني مكتوب بالكتاب المقدس أو بالقرآن أن كل واحد علماني هو كافر زنديق ابن زنديق. أصبح قناعة عند الجميع تخيل بسبب يعني كثرة الزن على الدماغ، هذا الزن الزن زن صار انه تحول الى حقيقة عند كثير من الشباب. هذا كل ماذا يعني، يعني بان هنالك نوع من التحالف بين رجال الدين والسلطة، وهذا مسألة معروفة، وايضا هنالك جهات اخبارية جهات ناقلة جهات توجه ايضا وتبلغ، هؤلاء تجد كهنة متغلغلين في كل مكان داخل المجتمع، تجد معابدهم منتشرة في كل مكان، والغاية ما هي نشر الكلام الفارغ وتخريب العقول من جهة، وأيضا مراقبة كل من يطرح أسئلة حقيقية والتبليغ عنه، وطبعا لكي يتاح بعد ذلك أي فرصة للقضاء عليه، وفي أفضل الأحوال عزله والتشهير به. نخلص إلى أن هذه الأسئلة التافهة التي لا قيمة لها ولا تعبر عن حاجات الإنسان ولا مشاكله ولا انشغالاته، هذه يبدو هي مفيدة جدا لرجال السلطة والدين. رجل الدين ماذا يهمه بالنتيجة؟ يهمه دائما أن يبقى الدين هو الشغل الشاغل للناس، وعندما يتحدث عن الحاد والملحدين أيضا يعطوهم فرصة أيضا يجعلون الدين هو الشغل الشاغل للجميع، ويتناقشون هل أنه النبي حقا، وهل أن هذا أن الرسول قام بهذا الفعل الأخلاقي أو لا أخلاقي، وتبدي المناقرات والمداخلات فيما بينهم على هذا الأساس، بينما لا يضعون الدين بأكمله تحت المجهر وفي على طاولة المختبر، ويفحصون هذا الدين بتفاصيل دقيقة ويكشفون الأمراض والسرطانات التي يبثها هذا الدين للجميع. وبغض النظر عن احترامنا وعدم احترامنا، لا توجد فكرة بها يعني صحيحة مفيدة 100%، لكل شيء جانب سيء وجانب حسن. جانب الدين الحسن انتهى أنا برأيي، يعني أكو جوانب جيدة بالدين
برأيي أنه الآن انتهى زمنها، يعني كانت سابقاً بجوانب جيدة، والآن كل يعني أنا أعتقد 90-95% من جوانب الدين أو عوائد الدين أو عواقب الدين هي سيئة بدرجة خطيرة جداً، وتفتت المجتمعات وتدمر المجتمعات وتغسل عقول المجتمع، بل تغلق طرق المستقبل أمامه وتدعه ينحدر في هاوية لا قرار لها. ونحن بالفعل الآن نسقط في مهاوي هذه الهاوية. كما قلت، هذا اللغط، النقاشات التي لا يعنى بها الإنسان ولا بمشاكله، هذا مفيد لرجل الدين اللي يبقى الدين مشغول، الناس مشغولين به، وأيضا رجل السلطة أيضا يقول لك يعني هذا موضوع مهم، يعني سنزف طاقاتهم في الحديث عن قضايا لا علاقة لها بالواقع، وأنا أمارس سلطتي على راحتي بدون إزعاجات كبيرة، وإن حدث إزعاج فيتكفل بالأمر رجال الدين ويشغلون الناس بقضايا أخرى مثل زواج المسيار، حديث عن الزواج وشروط الزوجة الصالحة وشروط الحجاب الناجح، وهذه القضايا التافهة التي لا يعني أنا أستغرب الناس يتحدثون بها ويصرف وقت، بل أحيانا يدخلون في خلافات ومعارك تافهة. المهم السؤال الآن، لماذا نتصرف بهذه الطريقة؟ حتى نروح شوية أعمق بعد، هو هذا الجزء الثاني من الموضوع بأكمله، وهذا الجزء المهم، وأطلب مشاركتكم في هذا النقاش والتفكير. يعني أنا كما قلت في الحلقة الأخيرة عن التنوير، قلت أنا يجب أن ندخل في ورشات عملية للتنوير، وممكن نسوي لقاءات أونلاين مباشر حتى نتحدث بهذا الموضوع، وأتمنى مشاركتي للنقاش في هذا الموضوع من جميع الأصدقاء. السؤال، لماذا نتصرف بهذه الطريقة التي لا عقل لها بمعنى الكلمة؟ فليس من المعقول أن الإنسان يتغاضى عن مشاكل اليومية وقضايا الأساسية وينشغل بقضايا دينية غيبية. ما السبب؟ هنا قناعة بأنه، أو مو قناعة فقط، أنه نحن هكذا تكوننا، بأنه أن الحلول ليست على هذه الأرض. الحلول دائما موجودة في الكتب المقدسة، في كلام الصالحين، في الأحاديث النبوية، وأن المشكلة بأكملها لا تكمن في ما يحدث على أرض الواقع، إنما في عدم تقيدنا بهذه التعليمات والنصوص المقدسة والفرائض. يعني الحكام هم أساءوا تطبيق النصوص وأساءوا للدين، وبالتالي 1500 سنة نحن لم نطبق الدين الصحيح، وهذا هو سبب العلة الأكبر التي يجب أن نعالجها، وإحنا لا نعرف متى تستمر هذه المعالجة، ربما نحتاج 1000 سنة أخرى حتى تتم هذه المعالجة وننجح فيها النجاح الباهر الباقر الجميل العظيم.